بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي وضيوفكم الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي. مساء الخير يا كابتن ومنور. كابتن محمد مساء النور ومنورين، وكابتن عمرو منور، واهلا بيكم في بيت النادي الاهلي. طبعا جميل. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي وفكره التسعينات كابتن عمرو انور. مساء الخير ابو الكباتن. مساء الفل، ازيك يا محمد؟ ربنا يخليك وارحب بيك طبعا وبالكابتن فوزي. انا بقالي كتير ما شفتوش يعني، فانا حظي حلو النهارده ان انا موجود معاكم النهارده. الاهلي بتلم شمال. دي حقيقه فعلا. طيب احنا عندنا تقرير مهم جدا عن الجوله ال 25 في الدوري الممتاز، نطلع نشوف التقرير ونرجع ونحلل الدوري. الدوري المصري اوشك على النفاس، اوشك على انه خلاص اقترب من مرحله الحسم، والنادي الاهلي في طريقه ان شاء الله في النجمه الاربعين. ابتدي بلقاء النادي الاهلي والنصر. النادي الاهلي يفوز بخماسيه نظيفه على استاد القاهره امام فريق صراحه كان الى حد ما مستسلم تماما. ما شفناش من فريق النصر على الرغم من دي من الماتشات اللي فرقه النصر هي عايزه تسوق لعبتها ممكن تستفاد من هذا اللقاء بكل حاجه. كابتن فوزي، كيف رايت لقاء النادي الاهلي امام النصر؟ هو لقاء زي اي ماتشات، بس يعني احنا كنا متوقعين نادي النصر هيقدم ماتش جميل، هيقدم ماتش ان هو خلاص مش باقي على حاجه، اللعيبه بتاعته بتعرض نفسها زي ما قلنا، عايزه الناس كلها بتتفرج على الاهلي طبعا، الاعلاميين الناس كلها بتشاهد ماتشات الاهلي، فهو بيسوق نفسه كلعيبه فانه يؤدي جامد قدام الاهلي، بس ما قدرش طبعا. امكانيات فرق امكانيات طبعا محمد، يعني وعمر عارف احنا فريق النادي الاهلي بيلعب كل ماتش ماتش، ما بيسيبش يعني ما مش هيسيب ماتش واحد يعدي منه، بياخده بجديه بجديه من اول دقيقه. حتى كابتن حسام بدري طبعا هو عارف ان الكلام ده، عامل حساب النصر اللي هينزل، والنصر ممكن يلعب قصاده جامد ويلعب عشان مش بقى على حاجه. وشفنا فعلا ان يعني لعيبه النادي الاهلي زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي، الكره بتلعب الفاول، هاني محمد هاني بيجري بيحط الكره الجون، ما حدش بيجري، ما حدش بيتحرك وراه، يعني لعيبه الاهلي السرعات ازارو وبتتلعب الكوره، يعني كل الديفنس راجع بتاع النادي النصر، كل اللعيبه بتجري مش عارفين، ما حدش ماسك، ما حدش ما فيش مساك. يعني كان المفروض كابتن سيد عمر ان هو يقفل على لعيبه النادي الاهلي. سيد عيد بقى بيقفل على لعيبته، يعني حتى ضربه الجزاء اللي جت يعني بيساعد النادي الاهلي ان هو بيجيب ضربه جزاء بيسهل له الماتش. يعني اللعيبه بتاعته مقفله على الماتش بطريقه يعني مش بيمسك، هم بيجروا ورا الكوره، فما فيش تمركز، ما فيش بتاع، كله يعني احمد حمودي شفنا بيعمل بياخد ضربه جزاء، هو كان متالق الصراحه في اللقاء ده تماما. الماتش ده يمكن احسن شويه على اساس انه الكابتن حسام اداله فرصه كويسه كمان انه يطلع اللي عنده، وهو لعيب كويس طبعا احمد حمودي، نتمنى له استمراريه على كده. شفنا ازارو اهو ضربه الجزاء جميله كمان، يعني سجدت الكابتن حسام طبعا، ازارو حط ضربه جزاء، شفت يا عمرو دلوقتي اتغير قوي على فكره ازارو بجد، الثقه اللي احنا قلنا عليها، الثقه اللي هو بدا يكتسبها من زملائه ومن لعيب من لعيبه النادي الاهلي، اكتسب الثقه وبيلعب دلوقتي حاسس ان هو في وسط يعني اهله، يعني في وسط اللعيبه دي اخواته كلهم، مش غريب عنهم زي ما كان في الاول، كان وكان الجمهور حتى كان بيزمزم عليه شويه، دلوقتي ما شاء الله يعني ازارو يمسك الخشب ربنا يحميه يعني ويبعد عنه الاصابه، ان هو ما شاء الله يعني ويسجل، وشفنا الهدف الاول والهدف الثاني، نتمنى له هداف الدوري دلوقتي ما شاء الله، فحاجه كويسه يعني. كابتن عمرو، تغيير مكان اجاي بقى عوض عبد الله السعيد في هذا اللقاء، لعب مركز 10، وجود حمودي، دخوله في التشكيل، رجوع معلول، يعني بعض التبديلات ما حسيناش ان طريقه لعب النادي الاهلي اختلفت. لا، ما هي دي يعني النقطه اللي تحسب للجهاز الفني، ان انت اي 11 لعيب بيبداوا المباراه بيادوا بنفس الشكل، يعني واضح ان اللعيبه كلها بتتمرن بسيستم واحد، يعني فيش تركيز على مجموعه معينه، وفي يعني في بعض المدربين بتلاقيهم في اوقات معينه بيركز على الفريق الاساسي والفريق الثاني بالظبط. لا واضح، ودي يمكن النقطه اللي مخليه مش عايز اقول التشكيل بتاع النادي الاهلي مش ثابت، لا في تدوير كتير في الماتشات، لان المباريات الفتره الزمنيه ما بينها قليله جدا بالظبط. فانت النهارده كجهاز فني او كمدير فني لما تقدر تجهز 25 لعيب او 30 لعيب اللي موجودين عندك، بتقدر توظف اللعيبه بتاعتك. انت يعني الطبيعي ان كل فرقه بيبقى فيها اكتر من لاعب بيقدر يلعب في اكتر من مكان.
حته بقى انت توظف اللعيبه دي فين، امتى، ايه المباريات اللي انت ممكن تحتاج اللعيبه فيها في اماكن تانية مختلفه غير المراكز الاساسيه بتاعتها، دي كانت موجوده وظهرت بشكل كبير جدا في المباراه بتاعه النصر. يمكن المكان اللي لعب فيه اجاي لعب فيه بسبب ان عبد الله مش موجود، يعني مش حته ان انت فيها حته تدوير او فيها اراحه لبعض اللعيبه، لا هو في عندك لعيب مهم جدا او اللعيب الاساسي في المكان ده ما كانش موجود، كان مصاب، فانت حطيت اجاي. اجاي من نوعيه اللعيبه اللي هي بتلعب في الثلاث مراكز اللي تحت راس الحرب، لانه لعيب لما بيلعب على طرف هو عنده بالظبط، عنده هو سريع ومهاري، فتقدر تستفاد بالسرعات لما تلعبه على الطرف، وتقدر تستفاد بالمهاره لما هو ما شاء الله تلعب. قوي كمان بنيانه قوي، دي حاجه. وفي حاجه تانية، في دور تاني هو بيعمله وهو بيلعب في الحته اللي هي بتاعه خلف المهاجم او الحته بتاعه صانع اللعب، ان انت لما بتبقى الكوره عندك او الهجمه شغاله من طرف من الطرفين بيكون هو راس حربه تاني، مهاجم تاني جنب المهاجم الاساسي اللي موجود اللي هو وليد ازار. فدي تقدر ان انت عندك لعيب بالامكانيات دي بتقدر توظفه في الثلاث اماكن اللي هم موجودين تحت راس الحربه، فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. في حمودي يا كابتن، يعني حمودي امبارح حسينا ان هو مرتاح، يعني كنا دايما حاسين ان حمودي بيلعبوا عليه ضغط. اللقاء الامس او اول امس كان حمودي مستريح بيعمل كذا اسيست وبياخد ضربه جزاء، بيصنع اسيست برجليه اليمين وهو اشول الهدف الثاني، اسيست على اعلى مستوى وفي وعي كبير جدا، والجمله دي بتتعمل دايما في التمرين. تمام، يعني هي الفكره برضو، فكره ايه؟ انت كلاعب كوره لما يعني مش عايز اقول مستوى متذبذب، ان انت مش قادر تطلع كل امكانياتك، ومع ذلك بتلاقي المدير الفني بتاعك عنده ثقه فيك كبيره وبيدفع بيك في مباريات كتير، بيبدا بيك كتير مباريات. دي حاجه يعني بتدي لك ثقه وبتدي لك احساس ان الجهاز الفني في ظهرك او المدرب في ظهرك، فبتقدر تطلع الامكانيات اللي عندك. هو اوريدي لعيب كويس، يعني هو اوريدي عنده امكانيات عاليه، ما كانتش طالعه، ما كانتش ظاهره في المباريات اللي قبل مباراه النصر، انما حته الثقه اللي هو لعب بيها مع، خلي بالك برضو في حاجه بتفرق مع لعيبه الكوره، وخصوصا لما يكون لعيب كوره ما بيطلعش كل اللي عنده في المباريات اللي قبل كده. البدايه بتاعت المباراه، لما بتبدا المباراه بشكل كويس وبتبدا يعني ما هو التركيز ده موجود موجود، لا انا بتكلم لما بتبدا بشكل كويس وبتحس ان الكوره ماشيه معاك، نفسك بالظبط، نفسك بتتفتح اكتر، بتبتدي تادي اكتر، بتبتدي تجري اكتر، تتحرك، تظهر للكوره اكتر. يعني احنا من المشاكل اللي موجوده عندنا في الكوره ان اللاعب اللي معاك كوره بيبقى مش لاقي حد يلعب له او يبصيله، او عندنا مشكله التحرك بدون كوره. نعم. دي حاجه موجوده عندنا في الكوره المصريه، ده حقيقي فعلا. فبتلاقي في اوقات كتيره جدا الراجل اللي معاه الكوره بيضطر انه يجري بالكوره لان مش لاقي حد يبصيله او مش بالظبط كده. وحتى الخبراء الاجانب يا كابتن دايما يقولوا مشكله اللعيب المصري راننج تو ماتش وذ بول، يعني بيجري كتير بالكوره. وده خلي بالك ده الفرق ما بين اداء النادي الاهلي وما بين اداء اي فرقه في الدوري، تحرك اللاعبين من غير كوره. ان انت النهارده اللاعب في الملعب اللي معاه الكوره بيبقى عنده اكتر من اختيارين وثلاثه في اوقات. نعم. ان انا ممكن اباصي لعمرو، ممكن اباصي لحمودي، اباصي عندي اختيارات ان انا اقدر العب كره سهله وبسيطه، ودي اللي بنلاقيها في النادي الاهلي وبيطبقها بشكل كويس جدا. بالظبط بالظبط. كابتن فوزي اسالك على صلاح محسن، يعني الهدف اول اهدافه مع النادي الاهلي، كابتن حسام بدري برضو لعبه في مركز جناحه بيكمل راس حربه في بعض الاوقات تاني جنب وليد ازارو، يعني برضو تقييمك لاداء صلاح محسن في هذا اللقاء؟ هو صلاح محسن من اللعيبه اللي هي هيبقى لها مستقبل كويس في النادي الاهلي. نعم. بالخامه اللي هو موجوده فيها. والكابتن حسام برضو بيدفع بيه في اوقات لسه واحده واحده لغايه لما ياخد يتاقلم مع الفرقه كويس جدا. نعم. لكن هيبقى خامه كويسه. وحتى الجون اللي جابه على فكره زي ما عمرو قال دلوقتي بيتكلم، اللي انا ممكن احمد حمودي بيجري بالكوره وما يلاقيش حد يلعبها له. نعم. يعني هو واقف في المكان الصح، المكان المناسب، اللي هو حتى لو الكره لو عدت من الباك، لو عدت من الجون، وقعت من ايده، هو يكمل فيها. نعم. فدي كان متوقع كمان انها ممكن تعدي زي ما حضرتك، هي عدت من الباك. طبعا. من تحت رجليه وهو واقف في المكان الصح. يعني بص ازارو واقف ورا وهو مطلع مكمل قدام، يعني هي لازم الكره كده، يعني بنلاقي على طول بيحطها في الجون. يعني هو هداف برده صلاح محسن، فعشان كده كابتن حسام بيدي له حته كويسه. الحته اللي كان بيتكلم عليها عمرو دلوقتي، احمد حمودي من اللعيبه كويسه قوي. نعم. بس عنده الحته، خلي بالك كابتن حسام بدري برضو، احمد حمودي عنده الحته بتاع الدفاعيه قليله شويه. بس هو ابتدى يشارك وهيبدا. ما هو مع الماتشات، هو كابتن حسام برضو عشان ما بيلعبش كتير احمد حمودي، فاحمد حسام بيحب اللعيب الكامل اللي بيرجع كويس يدافع ويكمل كويس قدام، الباك اللي وراه. يعني زي ما بنشوف اجايب بتلاقي ما شاء الله بيرجع ويدخل ال 18
بيدخل ال 18 والهجوم ويرجع لل 18 بتاعك. نعم. ازارو نفس الكلام، يعني بيقول لك الاثنين اللي هم اللي بيعتمد عليهم في الهجوم وناحيه التهديف. هو الاهلي بيدافع كتيم وبيهاجم كتيم، ما دي ميزه النادي الاهلي. وبعدين اتكلم عليها كابتن عمرو كويس قوي، اللياقه البدنيه. نعم. انك انت بتجهز اللعيبه بتاعتك كلها، حتى مروان محسن حتى وهو نازل يعني بيجهز كل لعيبته، هيحتاج كل اللعيبه. نعم. انت عارف يا عمرو انت هيكمل الدوري وان شاء الله يبقى فرق جامد قوي، هيلعب معظم اللعيبه. نعم. عشان نريح، احنا كل ثلاث ايام اللعيبه بتلعب بالظبط، ما بياخدوش نفسهم. يعني شفنا عبد الله سعيد اجهد، فلازم اريحه عشان يرجع برضو يدينا. انا داخل في عندي بطوله داخل على افريقيا، خلاص هلعب في افريقيا وماتشات قويه وهتبقى فيها عايز تثبت وجودك في افريقيا وعايز تاخد بطوله افريقيا، فعايز كل اللعيبه اللي عندك. والاهلي برضه عشان اذكر مشاهدينا هيلاعب مونانا الجابوني، كسب ريال كاجي والبوركيني بموجب هدفين مقابل هدف، وهيبقى هو اللي هيواجه النادي الاهلي في اللقاء ال 32. كابتن عمر، النادي الاهلي عنده 16 لاعب احرزوا اهداف من قائمته، دي يمكن مش موجوده في اي نادي ثاني، كيف تفسر تعدد الجرعه التهديفيه في قائمه النادي الاهلي؟ هتفسرها بـ 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 بالوفره العدديه بتاعه اللعيبه اللي هي بتلعب خلف المهاجم. نعم. الكره دلوقتي بقت الـ زي ما بنقول اللي هم القادمون من الخلف. نعم. دول اللعيبه اللي بيبقوا هربانين من الرقابه. معظم المدافعين النهارده لما الكوره بتبقى شغاله الناس كلها بتتفرج على الكوره، ما حدش يعني انت لما تتابع الجون بتاع مروان محسن هو جاي من ظهر الناس كلها بغض النظر بقى الكوره عدت من المدافع وعدت من الحارس، انما هو لو مش متواجد في الحته دي ما كانتش الكوره هتيجي جون. نعم. يعني فهي فكره ان انت النهارده عندك مجموعه مميزه جدا من اللعيبه اللي هي بتلعب خلف راس الحربه، حتى يعني ايمن اشرف احرز، محمد هاني احرز. انا بكلمك على الاكتر ناس مكان بتجيبه، وده حقيقي ان عندنا مثلا ازارو 16، عبد الله 10، اجاي 7، وليد سليمان 6، اسلام محارب 4، كل دول وكان يعني مؤمن قبل ما يمشي وكان يعني. فهي دي هي دي النقطه، ان انت النهارده الثلاثه اللي هم اللي موجودين تحت راس الحربه دول بيخلقوا فرص للمهاجم وبيخلقوا فرص لنفسه. نعم. التواجد والتحرك من غير الكوره اللي احنا اتكلمنا فيه هو ده السبب الرئيسي ان انت النهارده بتقدر يبقى عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه تقدر انها تهدف او عندها القدره على التهديف، عكس ما يكون عندك انت معتمد على لعيب واحد او على لاعب واحد او على مهاجم صريح. النهارده المهاجم الصريح ده اكتر واحد بيبقى ممسوك في الملعب. نعم. انت النهارده المهاجم الصريح ده واحد بيلعب في وسط اثنين ال 90 دقيقه بتوع المباراه. نعم. ولكن انت الناس الاطراف بصانع اللعب اللي بيلعب من تحت دول يعني لما تقول في 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 ضغط دفاعي عليه هتلاقي اللعب واحد ضد واحد او واحد ضد اثنين. تفتكر عمرو برضو كان سعد سمير، ما سعد جايب لسه هو لا يعني كنت ما تعرفش مين اللي هيجيب الجون، بيجيب لك جون في اخر لحظه بتكسب بيه الماتش سعد سمير، يعني دي ميزه النادي الاهلي دي فعلا. جايه برضو يا جماعه يعني برضو دي حاجه لازم يعني تتحط في الحسبان، الروح والثقه في المكسب والثقافه بتاعت المكسب اللي هي موجوده عند اللعيبه كلها من المدافعين لحد المهاجمين. ان انا النهارده يعني يمكن محمد برضو انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي بيلعب كتيم ككتله. وانت بتدافع الناس كلها بتدافع، وانت بتهاجم الناس كلها بتهاجم، وهي دي الكره اللي موجوده دلوقتي حديث. فمعنى ان انا عندي دور هجومي يبقى انا عندي القدره ان انا ممكن اجيب جون في اي وقت، وده الطابع اللي موجود والاحساس اللي موجود عند اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النادي. طيب عايز اسال حضرتك، يعني شفت صلاح محسن اداؤه ازاي في اللقاء؟ انا يعني انا بالنسبه لي كبدايه انا شايفها بدايه جيده، مش هقول بدايه ممتازه ومش هقول بدايه يعني متوسطه، لا انا شايفها بدايه جيده. هو طبعا اولا هو لعيب صغير في السن بيلعب في نادي كبير جاي في وقت ضيق. نعم. يعني في فرق النهارده ان انت لما تلاعب لعيب وهو حاضر معاك فتره اعداد وشايف الاسلوب بتاعك في التدريب واخد الجرعات التدريبيه بتاعتك ان كانت بدنيه او فنيه او تكتيكيه ايا كان، وفي فرق ان انت تجيب لعيب في وسط الموسم مع ان انت ما عندكش حتى فتره راحه في وسط الموسم ما بين الدورين ان انت تقدر تحفظه حاجه او ان انت تقدر تدي له حاجه يقدر يحفظها. هو يعني لعب، انا شايف يعني هو لعب في وقت مناسب في مباراه مناسبه، يعني انا شايف ان ده سبب من الاسباب اللي يخليه يقدر
يقدر ان هو يتاقلم بسرعه مع النادي، لعب في مكان انا مش عايز اقول انه مكان مش بتاعه. نعم. لا هو هو قادر انه يلعب مهاجم صريح، وقادر انه يلعب كوره كابتن، عنده مهاره فيقدر يلعب في الحته بالظبط، فيقدر يلعب في الحته دي ويقدر يلعب في الحته دي. فانت النهارده كمدرب لما يبقى عندك النوعيه دي من اللعيبه اللي هي بتقدر تلعب في اكتر من مكان، تقدر توظفها في اكتر من مكان، ده فايده كبيره جدا ليك وللفريق. فده اللي حاصل، وانا شايف ان هو مع الوقت، مع مش وقت المباريات، لا مع الوقت في التدريب. نعم. مع الجهاز الفني ومع اللعيبه، مع حفظ الادوار بتاعته سواء دفاعيه او هجوميه، لا هيبقى احسن من كده. كابتن فوزي، اللقاء دوت يعني شهد مشاركه او عوده مشاركه حسام غالي بعد فتره منذ انتقاله الى النصر على سبيل الاعاره، ونزول حسام غالي مره ثانيه كان له دور مهم، دور ايجابي ان برضه واحد من اللعيبه الكبار موجود وبيشارك. وهل كانت يعني مشاركه في وقت توقيت صح من كابتن حسام البدري انه اعطى لحسام البدري لقاء النصر؟ هو طبعا كابتن حسام بيحسب كل حاجه بوقتها، يعني بيحسب امتى مشاركه اللعيبه. يعني شفنا الماتش اللي فات حسام ما كانش موجود، الماتش اللي فات النصر هو موجود، اللي قبليه ما كانش موجود، الماتش النهارده موجود، عارف انه ممكن يدفع بيه. النتيجه بقت كويسه، بيقدر حتى احنا كنا بنتكلم ويقول الكابتن حسام هيغير ثلاثه على الاقل بين الشوطين. نعم. وهو استنى شويه بعدين غير، محتاج مروان محسن، عايز يديله الثقه وعايز يخليه يلعب وعايز يرجعه الفورمه بتاعته. زي ما قال عمرو كده فعلا، لما بنتكلم على صلاح محسن، انت عشان تدخله في وسط النجوم، نجوم النادي الاهلي، هم نجوم برضو. هو بالنسبه لهم يلعب زي ما احنا واحنا صغيرين كده، وعمرو كان برضو صغير وطلع لقى في نجوم موجودين في الفرقه، عشان يلعب في وسطهم محتاج الثقه، ومحتاج ان يلعب فتره كبيره. نعم. فدي برضو صلاح محسن لما ياخد الثقه ويلعب ويثبت وجوده في وسط الناس دي هيبقى موجود، ويوم ما الكابتن حسام يفكر يحتاجه هيلعب. نعم. نفس الكلام حسام يعني ما غالي مش غريب على الفرقه، ده كابتن الفرقه، وقبل ما يمشي كان عامل موسم كويس جدا، وعامل الموسم اللي فات كويس جدا، وحققوا بطولات كويسه جدا. موقع الاهلي والزمالك الدور الثاني كان مبدع صراحة. يعني الصراحه يعني عملوا ماتش الصراحه حلو يعني، وثبت ان هم فعلا يعني في الوقت اللي بيبقى فيه اللعيبه بنقول عليهم رجاله. وهو ما بيقلش عن اللعيبه اللي موجوده حسام غالي، وبعدين بيعرف يقود الفرقه بتاعته. انت محتاج برضو معظم الفرق الثانيه الصغيره محتاجه في قياده بيبقى موجوده في الملعب، غير الكوتش بره طبعا، بيبقى في قياده موجوده، في لعيبه كبار في السن، في لعيبه خبره بتاعتها بتشجع اللعيبه الصغيره اللي نازله لسه بتاخد الخبرات، انه يقدر بيكلمه وبيشجعه وبيحركه، وامتى بيلعب الكوره وامتى يمسك الكوره شويه وامتى يهدي اللعب، الحاجات دي كلها خبرات. فكابتن حسام طبعا البدري لما نزل حسام غالي في هذا التوقيت، توقيت كويس جدا، لانه برده بيرجعه وهيحتاجه الفتره الجايه، هيحتاجه، لانك انت دلوقتي عبد الله السعيد الماتش الجاي برده مش موجود. هنشوف بقى كابتن حسام بدري هل ممكن يبدا بحسام غالي او ممكن يبدا بمين، هيبقى لسه طبعا التفكير بتاعه هو اللي بيفكر فيه. لكن انت معظم اللعيبه عشان عندك اصابات كتيره اليومين دول، اصابات بتحصل كتيره كل شويه، محتاج كل اللعيبه الموجوده. فلما ارجع حسام غالي دلوقتي وحسام عاشور موجود وعمرو السوليه بن بركله خد احسن لعيب هذا الاسبوع برضو، يستحق الصراحه. عمرو السوليه ما تحسش بيه يا عمرو في الملعب، زي ما احنا قلنا اللعيب اللي ما تحسش بيه في الملعب بس ما تقدرش تستغنى عنه، مهم جدا ما تقدرش تستغنى عنه. يعني ممكن يقول لك ايوه عمرو السوليه في الملعب بس مش حاسين بيه، بس بيعمل اكتر واحد بيبذل مجهود في الحته بتاعت نص الملعب، مشكله حركاته ورا وقدام. بعض الساده بينتقدوا عمرو السوليه بشكل يعني فج للغايه، ومش حاسين بدوره، وازاي ان عمرو السوليه من اهم لعيبه خط الوسط مش بس في النادي الاهلي بل في مصر. هو المشاهد اللي بيتفرج عايز اللعيب يعمل كل حاجه. يعني عمرو السوليه كان قبل ما يجي النادي الاهلي كان رجله دي ما شاء الله، يعني عامل زي عمرو رجله ما شاء الله، كنا بنقول عمرو برده رجله الجميله على الجون، بيشوط من اي حته. تعليمات حسام البدري ممكن طالب منه واجبات معينه، بس هو حتى في ماتش الاسماعيلي يا كابتن كمل وراح جاب جول. ايوه الماتشات المهمه كمان يعني بيصنع فارق. يعني هو عمرو السوليه من بقول لك من اللعيبه انك انت موجود في الملعب وما تقدرش تستغنى عنه، ما دي يعني معادله صعبه جدا، ان انا لما اكون انا بلعب وموجود في الملعب وبس، يعني مش كور مثلا ممكن مؤثره ولا حاجه، بس انت ما تقدرش تستغنى عنه. كابتن عمرو كان عنده لا انا يعني انا عندي بس عندي ملاحظه او عندي نقطه، المدرب هو يعني هو الوحيد اللي يقدر يقيم اللعيبه اللي بتلعب وهي اللي موجوده. نعم. في اوقات كتير جدا احنا كمشاهدين بنتفرج على مباراه كمشاهدين. نعم. لو المدرب
لو المدرب تعامل مع الماتش او مع المباراه كمشاهد مش هيبقى مدرب. ده حقيقي. فهي الفكره اللي انت بتتكلم فيها وكابتن فوزي اتكلم فيها حته المحللين. ناس في محللين كتير وهم بيتفرجوا على المباراه وبيتفرجوا على الماتش كمشاهدين للأسف. مش كمحللين ولا كمدربين يعني. دي حاجات من الحاجات اللي يعني اللي الواحد بيندهش ان حد بهذا الحجم ما شاء الله بيتكرم دلوقتي. ما كان ماتش الرجاء بالتحديد يعني. لا انا بتكلم كوره. انا النهارده لما يبقى عندي لعيب بالمقاومات اللي عند عمرو السوليه سواء جسمانية سواء فنية لا انا من الناس اللي يعني ابقى مبسوط ان عندي لعيب زي ده موجود في الملعب. وخصوصا لما يكون عندي واحد زي عبد الله السعيد في اوقات كتير جدا من المباراة بيتعمل عليه ضغط كبير, بيتلعب عليه مان باكتر من لاعب. لما يبقى عندي لعيب مهاري جنبه يقدر يشيل من عنده الضغط شويه. ما انا بقول لك يعني انا دايما اقول عمرو السوليه بيلعب 50-50, يلعب هاف ديفندر صريح وكره مش معاك بيجري كتير وبيقطع كويس وبيسلم كويس, وانت الكره معاك عنده دور هجومي. لا هو يقدر يلعب يعمل صانع لعب لانه مهاري بيشوط كويس بيعمل باص كويس بيقدر يتحرك عنده حته التكمله جوه ال 18 دي مش موجوده في لعيبه كتير موجودين في النادي الاهلي. بيجيب اجوان بيهدف بالظبط. فانا النهارده لما اجي اقيم لعيب اقيمه على ادائه في الملعب, ما اقيموش على 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 سوري اقيمه على دوره في الملعب, ما اقيموش على ادائه في الملعب. انت ممكن تكون بتتفرج على حاجه على 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 مباراه وشايف واحد عامل كل حاجه في الكوره وفي واحد جنبه عامل اكتر منه بكتير, بس ده فايد الفريق اكتر من اللي انت شايفه. فهو ده الفرق ما بين ان انت بتتفرج على المباراه كمشاهد وفي فرق ان انت بتتفرج على المباراه كمدرب او كمحلل. طيب كابتن عمرو, عايز اسالك على كريم ندفت ونزوله واحرازه الهدف, وكان بقى لنا كتير ما شفناش كريم ندفت ولا بيشارك ولا بيحرز اهداف, يمكن اخر اهدافه كان على ما اتذكر امام وادي دجله في الموسم الماضي, شفتها ازاي؟ انا ما هو دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. المباراه لما بتمشي زي ما انت عايز والنتيجه بتبقى لصالحك وعندك لعيبه كتير زي ما انت بتقول بقى لهم فتره بعاد مش موجودين, عندهم مش هقول تذبذب, لا عنده ازمه ثقه ان انا بقالي كتير ما بلعبش, بقالي كتير ما بهدفش, بقالي كتير مش موجود. الوقت هو ده الوقت المناسب لما تنزل تلعب والفريق بتاعك مرتاح والفريق اللي قدامك الى حد ما مستسلم. هي دي المباريات اللي بيبقى محتاجها اللعيب اللي بقاله فتره بعيد عن الملعب. يعني انا الوقت اللي اشترك فيه حسام غالي انا شايفه وقت مثالي جدا. نعم. ان انت النهارده برضو ده لعيب غايب عنك بقاله 6 شهور أو 7 شهور, ما تعرفش هو اخر مباراه لعبها كانت امتى, ما تعرفش الحاله البدنيه بتاعته ايه, الحاله الفنيه بتاعته ايه, لازم تلعبه في ظروف كويسه. فهو ده اللي حصل مع كريم, والولد يعني قدر يستغل الفرصه وقدر يستفاد من الوقت اللي هو لعب فيه. النقطه اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا النادي الاهلي ما شاء الله بقى عنده وفره كبيره من اللعيبه. في حاجه يعني برضو ادي حسام عاشور عمل التمريره وراح يكمل يجيب جون حسام عاشور, لكن ندب اتحطها بالظبط. ما هي دي بقى حته الثقه اللي انت بتلعب بيه. انت كسبان 4 وفي اخر المباراه وبتتحرك زي ما انت عايز والكره ماشيه معاك زي ما انت عايز, ما عندكش القلق ولا الخوف, ما فيش حاجه تهددك ورا. لا خلاص ده هو الماتش بقى سهل. ما فيش تهديد عليك. حتى انت النهارده في اوقات كتيره جدا النادي الاهلي بيبقى متعادل او خسران, بتلاقي الكابتن حسام بيعمل ايه؟ بيطلع واحد من الديفندرين وينزل مهاجم ويرجع عبد الله السعيد. ما عندكش ما فيش الخطر بالظبط. عندك الفرقه لما بتلعب في تقارب خطوط, الثلاث خطوط لما بيلعبوا قريبين من بعض ولما بيلعبوا في نص الملعب بتاع الفرقه الثانيه او بيلعبوا في نص الملعب بتاعك, عندك مساحات ضيقه وانت معكش الكره تقدر تضغط فيها زي ما انت عايز. مهما كان اللعيب اللي عندك ده امكانياته الدفاعيه قليله شويه, الامكانيات الدفاعيه القليله هتبان في المساحات الكبيره, انما لما تضيق المساحات والخطوط كلها تبقى متقاربه هتلاقي حتى اللعيب اللي ما بيدافعش كويس هتلاقيه بيدافع كويس لانه بيدافع في مساحات صغيره. عموما هو كان فوز مهم جدا للنادي الاهلي, وصل الى النقطه ال 66 في جدول المسابقه. ابتدى الفارق يتسع, النادي الاسماعيلي عنده 46 نقطه خلاص الفارق اتسع, خاصه النادي الاسماعيلي سقط امام نادي امبي بهدفين مقابل لا شيء. كان في لقاء صراحه مدهش بالنسبه لكل متابعي نادي الاسماعيلي واللي بيحاولوا ان النادي الاسماعيلي بينافس على المركز الثاني, خلاص اقترب تماما من نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده 45 نقطه, المصري عنده 42 نقطه, نادي الاسماعيلي عنده لقاء
مؤجل، ولكن نادي المصري عنده لقاءين وده هيحط منافسه كبيره جدا. خلينا نروح للقاء انبي والاسماعيلي، استاد بتروسبورت بهدفين مقابل لا شيء. كان احرز عرفه السيد الهدف الاول واحرز محمد مجدي الهدف الثاني. كابتن فوزي، النادي الاسماعيلي بدون كالديرون مع